صباح الخير مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم بألف خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا الصباح. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديدة ومتجددة. من ضمن موضوعاتنا النهاردة اللي هنتكلم عليها المحمل المصري والقصة التاريخية للكعبة المشرفة وكسوة الكعبة المشرفة، وهذا الموكب الذي كان ينطلق من القاهرة إلى مكة. كان هناك استعدادات خاصة في هذه الأيام بالطبع فيما يتعلق بكسوة الكعبة المشرفة التي كان يتم إعدادها هنا في القاهرة ويتم يعني إرسالها إلى مكة المكرمة في موكب. هنتعرف على القصة التاريخية لهذا الأمر. أيضا هنتكلم عن السنن المستحبة في يوم عرفة، وهذا اليوم له مكانة عظيمة عند المولى عز وجل، وبالتالي لابد أن يعني نستثمر هذا اليوم في العبادات والطاعات من خلال الصوم وغير من العبادات، يعني في هذا المشهد العظيم طبعا اللي احنا بنشوفه في يوم عرفة والحجاج على جبل عرفات، يعني يباهي بهم الله سبحانه وتعالى الملائكة بالطبع. نتمنى حج مبرور وذنب مغفور لهم جميعا، وأيضا يعني علينا أن نكون لنا دور في هذا اليوم ونستثمره بالطبع في ظل الرحمات والبركات العظيمة من المولى عز وجل في هذا اليوم الكريم بالطبع. دي موضوعاتنا اللي احنا نتكلم عليها النهاردة بإذن الله، وكمان عندنا فقرتنا السبت اللي احنا متعودين عليها دايما طبعا، فقرتنا الاقتصادية، فقرتنا الرياضية، قراءة في صاحبة الجلالة، وأهم الموضوعات اللي بتطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. بعد الفاصل هنبدأ مع حضراتكم جولة متنوعة في الأخبار والتقارير المختلفة. مرحبا بكم مرة تانية ومجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير على المستوى المحلي والعربي والدولي. ونبدأ مع أخبار ضيوف الرحمن، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعدادا للتصعيد إلى جبل عرفات ركن الحج الأعظم غدا الجمعة إن شاء الله. ومعنا تفاصيل هنشوفها من خلال هذا التقرير. وسط إجراءات احترازية تشمل تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميا، انطلقت رسميا مناسك الحج لعام 1443 للهجرة في أكبر موسم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل عامين. وأدى مئات الآلاف من المصلين أمس طواف القدوم حول الكعبة المشرفة، واختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك. وينتقل الحجاج اليوم الخميس إلى منى على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام لقضاء يوم التروية اتباعا لسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي الحجاج في هذا المشعر يوم التروية وليالي 9 و11 و12 من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة 13 لمن يتأخر. ويأتي يوم التروية قبل المنسك الرئيسي للحج يوم الجمعة، وهو صعود جبل عرفات. وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير جراء الجائحة. والحج هذا العام الذي جرى اختيار المشاركين فيه بالقرعة هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021، لكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية. ففي عام 2019 شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج، لكن بعد ذلك أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021 في مقابل بضعة آلاف في عام 2020. ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية
الأقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية. واشترطت السلطات السعودية على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وأقامت السلطات السعودية الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات إسعاف لتلبية احتياجات الحجاج لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. في سياق متصل أيضا، يعني أنهت بعثة حج القرعة المصرية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بصعيد عرفات الطاهر، حيث تم تجهيز مخيمات بها كافة وسائل الراحة بمشعري منى وعرفات. وكمان معانا تفاصيل في هذا التقرير، هنتعرف فيه على أحوال الحجاج المصريين بالطبع والاستعدادات لهذا اليوم العظيم. في اشتياق لاستقبال ضيوف الرحمن تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر. تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حجاج القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزويدها بكافة وسائل الأمان والراحة للحجاج. وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية هذه التجهيزات. خيام كلها جاهزة، التكييفات جاهزة، المشروبات والموية الباردة، الأمور كلها جاهزة إن شاء الله. مواقف موجودة، زائدا سوينا خدمة إضافية، عندنا عدد 2 مشرفين باصات، لكل باص مشرفين، واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف. الحاجة ماخذ مساحة أكبر من المساحة اللي فاتت بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل، ففي إضافات جميلة إن شاء الله. تجهيز جميع المخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم، ثم قمنا بتأميد بتوريد أكثر من يعني مصادر اللي هي التبريد، الثلاجات والفريزرات والأمور دي كلها عشان تكون للحجاج. وفي منى حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة، مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج، وتقدم وجبات على مدار اليوم وتأمين متكامل للمخيمات للتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات. المخيم مجهز من صفا بيد ومخدة وغطاء وفرشة غطاء للناس الصفا بيد عشان تكون ناعمة. عند البوابة حيكون في حراس أمن للحفاظ على سلامة الحجاج من الدخلاء على المخيم، وحيكون في رجال البعثة المصرية أو أعضاء البعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد. خطوط سير محددة تقطعها حافلات حجاج القرعة في يوم التصعيد، وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى منى لضمان آداء المناسك في سهولة ويسر. الله أكبر ولله الحمد. نقف في رحاب عرفات الله، وقد اكتملت استعدادات بعثة حج القرعة لاستقبال الحجاج. هذا الصعيد سيزدحم بعد ساعات قليلة بأكثر من مليون حاج من مختلف بقاع الأرض، ترتفع حناجرهم بالتلبية والدعاء والحمد طالبين المغفرة من الله عز وجل، ويشهد السماء أنه قد غفر لهم. من صعيد عرفات الله، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وبالنسبة للحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام من المصريين، قامت البعثة الرسمية للحج برئاسة اللواء علاء الأحمدي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، يرافقه الدكتور عمرو قنديل رئيس البعثة الطبية المصرية ورؤساء البعثات النوعية بجولة تفقدية لمستشفيات الأراضي المقدسة التي يعالج فيها الحجاج المصريون للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم. ونشوف كمان تفاصيل في هذا التقرير. جاهزية تامة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالأراضي المقدسة لاستقبال الحالات المرضية من ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل مجود. البعثة المصرية الرسمية قامت بجولة تفقدية بتلك المراكز والتي يعالج بها الحالات المرضية من الحجاج المصريين للوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم على مدار الساعة. 5 حالات فقط منومين في المستشفيات، 4 في مكة هنا وفي واحدة في المدينة. الحالات بتاعنا بصينا على نظرنا الحالات وشفنا الرعاية الطبية
بالجودة العالية اللي المستشفيات السعودية والمملكة بتقدمها لكافة الحجاج والحجاج المصريين. وطبعا بنشكرهم على يعني تقديم الخدمة الرائعة اللي بيقدموها لكافة الحجاج وبالجودة العالية ديت. الحجاج اللي هنا الاثنين المصريين اللي هنا موجودين هنا شفنا يعني نظرناهم دلوقتي حالتهم الحمد لله مستقرة. هم موجودين في غرف عادية في حالة عنده كلى في عظمة الحوض يعني في الفخذ. الثانية هو مريض عنده يعني جلطة في المخ وكنا لسه عنده دلوقتي وبنشوفه. وإن شاء الله برضو إن شاء الله هيطلع مدير المستشفى هنا هو طالع في القافلة إن شاء الله اللي هتطلع إن شاء الله المشاعر إن شاء الله. كما حرصت البعثة المصرية الرسمية للحجيج بالتأكيد على تفويج الحالات المرضية من الحجاج المصريين لأداء المناسك والوقوف بعرفة بالتنسيق مع السلطات السعودية. بنقوم بكل جهدنا لكي أنه يكون الحج حج آمن ونحاول أنه نحن يعني نطلع بمستوى لائق في كل المجالات. الحجاج هنا عندنا بتكون عندنا عبارة عن طريقين لطلوعهم للحج، إما عن طريق يذهبوا مع بعثاتهم أو عن طريق القافلة اللي نحن ننظمها للحجاج اللي ما يقدروا يطلعوا مع بعثاتهم. تفوت عليه في اليوم صباحي ومسائي، بنتابع لحد تحسن الحالة، تابع ملف المريض الطبي يوميا صبح وبالليل عشان لو في أي إجراء محتاجينه أو أي حاجة محتاجينها، ولحد خروج الحالة بننسق مع البعثة عشان تخرج الحالة وتابع معه بحيث ما يخرجش لوحده من الإسعاف، بس فلازم حد من عندنا من البعثة يخرج معه بالإسعاف لحد ما يبقى في البيت. قبول واستحسان من قبل المرضى المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية مجودة سواء من السلطات السعودية أو البعثة الطبية المصرية. نزل مع السلم الكهرباء بتاع المدار، رحت مزحلق، رحت واقع عليه، عملت لي زي كدمة كده في رجلي، عجزتني عجيز زي ما تقول، كمان ما قدرش اتحرك منها خالص. بس فبصراحة الجماعة مشكورين، هم يعني موضوع الكلى ده ما جايمين بالجايب كله. خدمة الحجيج شرف لنا واقع ملموس لمسه ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين خلال الخدمات التشخيصية والعلاجية التي قدمتها لهم السلطات السعودية لتوفير الأجواء الروحانية لهم في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، النيل. وبالطبع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الكثيرون عن الاشتراطات والشروط التي يجب أن تتوافر في الأضحية، سواء من الناحية الدينية وأيضا من الشروط العامة من الناحية الصحية وغير ذلك من الأمور. المختصين بوزارة الزراعة أوضحوا هذه الاشتراطات والمعايير للمواطنين، وخلونا نتعرف مع حضراتكم عليها من خلال هذا التقرير. ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ولأنه عيد للأضحية فلابد من توفر بعض الشروط والمعايير التي يؤكدها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير أضحية صحية وآمنة للمواطن المصري. اشتراطات تتعدد ما بين عمر الأضحية ومواصفات أخرى تضمن جودتها وسلامتها. اللسان بيبقى خالي من البثور وخالي من الفطريات. بنشوف بالنسبة لي ظهر الأضحية، بنمشي ايدينا على ظهر الأضحية بنتأكد منها مكتنزة باللحم وان سلسلة الظهر غير ظاهرة. بنيجي الجزئية ايضا مهمة جدا انه بالنسبة للشعر والصوف والفرو بالنسبة للحيوانات، ان لو فكرنا نشده ما بيتشالش بسهولة معانا، فده دليل على الحالة الصحية لها. بالنسبة للأغنام لابد ان حجم اللي هي كل ما كان صغير كل ما دل على جودة اللحم الموجود. وفي منافذ وزارة الزراعة تتوافر اللحوم بأنواعها المختلفة طوال أيام العيد لتلبية احتياجات الأسرة المصرية. الكندوز من 140 لحد 170، والضاني من 170 ل 180. القطعة بقى اللي العميل بيحتاجها والزبون بيحتاجها احنا بنقطعها له وبنوضبها له. على مدار أيام العام بصفة عامة وأيام عيد الأضحى بصفة خاصة تتوفر غرفة عمليات تابعة لوزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية. احنا بنمر زي ما قلنا على كل الشوادر وبنتأكد من تقديم الغذاء والمياه المناسبة للحيوانات ووجودها في أماكن جيدة التهوية صالحة للتربية خاصة بالحيوانات، وطبعا متابعة مستمرة زي ما قلنا لتأمين
الحيوانات. دورنا بيبدا بان احنا جهه اشراف على جميع مديريات الطب البيطري بمستوى الجمهوريه، ومن هنا ان احنا ممكن بنشرف عليهم فنيا، وان احنا ننزل حملات رقابه على الاسواق، سواء اسواق اللحوم او الدواجن او الاسماك ومنتجاتها. بندخل حضرتك بنفتش على كل ما هو على كل الاماكن اللي بتقدم منتج ذات اصل حيواني، علشان في الاخر ان انت بنطبق اللي هو الاجراءات القانونيه لاي حد مخالف او اي حاله مخالفه. على مستويين صحي ورقابي تسعى الدولة ككل ووزارة الزراعة بشكل خاص لتوفير احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك ضمانا لصحة وسلامة المواطن المصري. كل عام أنتم بخير. سارة متولي، النيل. أكد المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور أنه لا مانع شرعا من الجمع بين العقيقة والأضحية معا بنية واحدة في ذبيحة واحدة تيسيرا على الناس لمن يريد الثواب ومن لم يملك الثمن، بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية تقليدا لمن أجاز ذلك من الفقهاء. أشار أيضا إلى اتفاق الفقهاء على أن المضحي يجزي أن يشترك في بقرة أو ناقة فيما لا يقل عن السبع، وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة ما دام له لم يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف. شيخ عبد العزيز، لو تحدثنا عن هذا الأمر، هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية معا في نية واحدة، وهل يشترط أن يكون ذلك في وقت واحد، أن يجتمع الاثنين في وقت واحد، أم ربما لو هناك يعني وقت بعيد عن الأمرين هل يجوز أيضا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، لابد أن نعلم بداية أن الأضحية إحدى الشعائر الإسلامية التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا وتتقرر الإجابة، هناك اختلاف بين الفقهاء على قولين في هذه المسألة. نعم. قول قال تجزئ، وقول قال لا تجزئ. القول الذي قال لا تجزئ الأضحية عن العقيقة أو العقيقة عن الأضحية، ده مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم في ده أنهم قالوا العقيقة والأضحية مقصودة لذاته، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر فلا تقوم إحداهما عن الأخرى. يعني عايز يقول أن العقيقة سببها المولود، والأضحية سببها عيد الأضحى، فده سبب وده سبب، يبقى ما يتحدش الرأيين. لكن هناك رأي آخر اللي أخذ فيه أستاذنا الدكتور مجد عاشور ودار الإفتاء، قالوا انها تجزئ بس بشرط يعني ان يكون صاحبها مش ميسور، انه مش قادر، يعني راجل فقير كل سنة بيضحي، ووافقت الاضحية والعقيقة، يعني كان اليوم السابع للمولود هو يوم من ايام العيد او ايام التشريق الثلاثة اللي هم الاربع ايام بتوع العيد، يعني لو وافق اليوم السابع يوما وهو متعود يضحي، بس هو ما معاهش فلوس غير انه يجيب حاجة واحدة بس، يجيب اضحية ولا يجيب العقيقة. بعض الفقهاء زي بعض رواية عن الإمام أحمد ومذهب السادة الأحناف وحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، قالوا إن يجوز الأضحية عن العقيقة، وده الرأي اللي أخذت به دار الإفتاء بشروط، وقالوا إن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، يعني المقصود إراقة الدم، وهنا المقصود إراقة الدم، فاللي نظروا إلى المقصود قالوا تجوز، واللي نظروا إلى السبب قالوا لا تجوز. وأنا أؤيد رأي دار الإفتاء لمن لا يستطيع،
لمن لا يستطيع. لكن هل يجوز بقى المشاركة ان احنا نذبح بقرة وان انا اخد سبع من البقرة او ازيد اقول ده عقيقة واخد سبع منها كمان واقول ان ده سهم تاني اخر واقول ان ده اضحية وممكن اخد ثالث واقول ده وليمة؟ هذا يجوز لان يعتبر كده كأنه ذبح اكثر من شاة. نعم بشكرك شيخ عبد العزيز النجار من علماء الازهر الشريف. نروح لموضوع اخر مشاهدينا الكرام، ويعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف شريانا جديدا يتدفق في المجتمعات العمرانية الجديدة ويساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي وينقل مليون راكب يوميا، وتم تصميمه وفق احدث النظم العالمية. لمزيد من التفاصيل للتعرف على اهمية هذا القطار كان هذا اللقاء الذي اجراه الزميل احمد ممدوح مع المهندس ايسر رأفت مدير مشروع القطار الكهربائي، نتابع هذا الحوار. أعزائي مشاهدي قناة النيل للأخبار، بيعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف الـ LRT بيعد شريانا لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ونقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي وإضافة حضرية لتسهيل حركة مرور أكثر من مليون راكب يوميا. يمكن هناك بدأ التشغيل الفعلي كتجربة أولى لهذا القطار الكهربائي الذي يخدم المدن العمرانية الجديدة، عاشر من رمضان، الشروق، المستقبل، العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا سيوفر يعني كثير من الخدمات التي تم تحقيقها على أرض الواقع والإنجازات. للحديث أكثر عن هذا المشروع يسعدنا أن نلتقي بالمهندس أيسر رأفت مدير المشروع. بنرحب بك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم. يعني لو تكلمنا عن مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي بدأ التشغيل الفعلي له، وإلى أي مدى يعني تم تصميمه وفق أحد النظم العالمية. حضرتك احنا موجودين دلوقتي في اهم مشروع موجود في الافتتاحات كلها، الـ LRT اللي هو بيبدأ من عدل منصور لغاية العاصمة مرورا بالعاشر من رمضان بإجمالي أطوال 70 كيلو. مشروع فيه 12 محطة زي ما سيادتك عارف، في أربع كباري سيارات، سبع كباري LRT القطر هيعدي من عليها، في اتنين نفق، واحد في مدينة نيو هليوبلس أو هليوبلس الجديدة والتاني في بدر، في نفق سيارات المفروض ان هو في مدينة بدر الجديدة، العاصمة الإدارية للفنون والثقافة، الكلام ده كله حضرتك بإجمالي أطوال 70 كيلو، محققين 140 كيلو أسوار، 140 كيلو سكة. طبعا المشروع كبير ما حدش يقدر ينكر، المجهود كان كبير بالنسبة لنا، الافتتاح برضو في خلال الفترة القليلة اللي احنا نفذنا فيها المشروع ده كانت من أهم العوامل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. برضو يمكن القطار الكهربائي بيشمل على 22 يعني عربة أو قطار، وكل قطار بيشتمل على يعني 6 عربات. برضو نتكلم عن الخدمات المتميزة للركاب داخل هذه العربات والقطارات المقيمة. بالنسبة للخدمات اللي موجودة زي أي قطر حضرتك بتركبه في أي مكان من المدن الكبيرة العالمية، حضرتك بينبهك ان انت داخل على المحطة الفلانية، بتبقى عارف انت هتوصل الساعة كام وهتخرج الساعة كام، بيديك كل البيانات والمعلومات عن الرحلة اللي انت هتركبها من الى، الكلام ده كله موجود في القطر، مجهز كاميرات حضرتك مراقبة من اول ما بتخش المحطة، من اول الباركنج او من اول ساحة الانتظار لغاية لما سيادتك بتركب القطر انت مراقب كاميرا بالاسانسيرات، كل منطقة في المحطة بالكامل في كل المحطات مراقبة بالكاميرات، ومش كاميرا واحدة، أكتر من كاميرا للمكان الواحد. برضو سرعته وزمن التقاطر بين كل رحلة ورحلة، يعني برضو كيفية النظام التشغيلي الإلكتروني له. حضرتك أنت عارف أن احنا بالنسبة للمترو وانتم متعودين عليه أن المسافات بتبقى منتظمة، هنا المسافات غير منتظمة لسبب أن أنا بعمل محطاتي على مدن، يعني أنا مش مربوط بمسافات ستاندر اقدر، لا انا عندي مدينه بدر، مدينه المستقبل، المسافات بس احنا بنتكلم في ان ما بتقلش عن 6 كيلو ما بين المسافه والمسافه.
إلى أي مدى برضو ساهم هذا المشروع القطار الكهربائي الخفيف في ربط المدن العمرانية الجديدة بعضها ببعض والوصول إليها بشكل سريع وآمن؟ احنا ربطنا كل المدن الجديدة ما بين الشروق وما بين نيوهليوبلس وما بين المستقبل والروبيكي والمدن الجديدة كمان بما فيهم العاصمة الإدارية، بما فيهم مطار العاصمة، الفنون والثقافة، مدينة بدر الجديدة، كل المدن حضرتك، مدينة الصناعية، مدينة العاشر من رمضان. برضو احنا عندنا المرحلة الثالثة اللي هي بتبدأ من بعد محطة الفنون والثقافة لغاية تقاطع السخنة مع القطر السريع، ده المرحلة الثالثة، تعتبر أربع محطات وبدأنا بالفعل في التنفيذ فيها فعلا من أول محطة قطرية لغاية محطة العين السخنة. أهمية هذا المشروع بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لشعب مصر كله؟ والله أنا مستني بس إن هم يقولوا لنا إن هم اتبسطوا او رضيوا عن المشروع بالكامل. الحاجة التانية ان احنا وفرنا عليهم الوقت، راكبين قطر وداخلين محطات الى حد ما، يعني احنا مش هنقول غير كده، تليق بيهم وبالشعب المصري، ويا رب دايما في خدمتهم. نشكرك فهم بالتوفيق. شكرا شكرا. نهاية هذه المجموعة المتنوعة من الأخبار والتقارير وهذه الفقرة، بعد الفاصل هنتابع النشرة الرياضية ومن بعدها نستكمل فقرة هذا الصباح وفقرات جديدة أخرى، فانتظرونا.